كثر ما قلت لكم صيروا أقوية، على كثر ما كان هذا حلمي لأني أنا ضعيف، على كثر ما قلت لكم عبروا عن اللي في قلبكم، احنا عايشين الدنيا مرة واحدة، على كثر ما كانت هي رسالة لنفسي عشان أكتم الموضوع أكثر. أقول وما أقول، أطلب منكم وتعبرون وأنا ما أعبر. المشكلة فيني وبشخصيتي، أود إني أنا أحلها، أعرف أعطي الكل وما أعرف أعطي نفسي. يا ريت بس لو أملك هذه القوة في إني أنا مثل ما أقول أسوي، ومثل ما أوجه أطبق. نصيحة حقك يلي جيت لي بيوم من الأيام مكسور، أكثر بني آدم خلاك قوي بالدنيا هو أنا، اليوم لما أنا انكسرت ما عرفت أوقف مع نفسي. تصدقون يا جماعة إيش كثر خاب ظني بوايد ناس، ولا جيت لي الجرأة حتى أن أروح أقول لخيب ظني فيك، على الرغم من أنهم لو خيب ظنهم فيني لو بشيء جدا بسيط